أهلا بكم. قضيتنا الأولى تبدأ بسؤال حائر. مع كثرة انتشار الصيدليات التجارية في مختلف مناطق المملكة وبشكل كثيف وبأرقام ربما تتجاوز احتياج السوق الفعلي، لماذا تحتكر تلك الصيدليات من صيادلة يحملون جنسية واحدة دون بقية الجنسيات؟ وأيضا لماذا لم تطبق أنظمة السعودة على قطاع الصيدليات التجارية على الرغم من وجود حملة دبلوم الصيدلة بلا وظائف حتى الآن؟ الصيدليات التجارية تحقيق نفتحه بحثا عن إجابات على أسئلتنا الحائرة، والتفاصيل مع منيرة المهيزي. وجنسيتي مصري؟ مصري الجنسية، جنسية مصري من مصر. بدأت القصة بمحض الصدفة، دردشة مع صيدلي مصري وآخر مصري وثالث مصري ورابع مصري إلى ما لا نهاية من الأعداد والأرقام، لنكتشف بمحض الصدفة أيضا أن الجنسية المصرية تسيطر على معظم الصيدليات السعودية، وهذا ما طرح السؤال التالي: لماذا؟ هذا مرجع إلى المستقدم نفسه، صاحب العمل اختار من الجنسيات ما يرى أنه مناسب له، ولا غرابة في أن يستقدم مصريين هنا لأن البلد تكلم اللغة العربية والمرتاد الصيدليات السعوديين يتكلمون اللغة العربية، فالمطلوب هو طبعا المفضل هي اللغة العربية. مرجع أهل الصيدلاني، ولا تدخل الوزارة صاحب العمل ولا تدخل الوزارة في تحديد الجنسية، بل هو صاحب العمل هو من يختار الجنسية التي يراه. وحقيقة يعود سبب سيطرة جنسية عربية واحدة على سوق الصيدليات المملكة العربية السعودية لعدة أسباب يعني متنوعة. السبب الأول يعود إلى أن الرعيل الأول من الصيادلة السعوديين كانت دراستهم خارج المملكة في كليات الصيدلة، وكانت بالذات في القاهرة والإسكندرية في مصر، وقليل منهم كان في الجامعة الأمريكية في بيروت. وبالتالي كان مع بداية إنشاء الصيدليات الأهلية في المملكة كان هناك صيادلة من مصر، نظرا لأن عدد خريجين الصيدلة في مصر يعتبر من أعلى المعدلات العالمية، وبالتالي تم استقطابهم للعمل في المملكة. السبب الثاني وهو السبب الرئيسي حقيقة أنه هيكلية سوق الدواء في المملكة أدت إلى مثل هذا التواجد لهذه الجنسية العربية الواحدة، نظرا لأن سوق الدواء يتكون من مثلث له ثلاثة أطراف: الأول هو الطبيب، وثانيا الصيدلي، والثالث هو مندوب المبيعات أي الصيدلي في شركة الأدوية. وكل أطراف هذا المثلث في السوق المحلي السعودي هم من جنسية واحدة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك نوع من التجانس في سوق بيع وشراء الدواء في المملكة. بنية الصيدليات السابقة كانت بنية قريبة من نماذج الصيدليات الموجودة في الدول العربية وخصوصا مصر يعني. ولذلك الصيدلي المصري يجد أن الصيدلية التي يفتحها في المملكة قريبة ومشابهة للمهام التي يفتحها في بلده في مصر، ولذلك كان عندهم إقبال كبير جدا على فتح الصيدليات أو المشاركة في يعني افتتاح هذه الصيدليات بالإدارة والإشراف عليها. في السابق هي الجنسية الفلسطينية المسيطرة على السوق. هذا من سنة؟ نتكلم إحنا قبل 30 سنة، في الثلاثينات، لأنه كان كلية الصيدلة تخرج أكبر عدد من الأخوة الفلسطينيين المقيمين في البلد. تم القضاء عليهم تماما في القطاع الخاص حقيقة لصالح الأخوة المصريين. يبدو أن علاقة الجنسية المصرية مع الصيدليات السعودية قديمة، ومع الوقت تمدد وجودهم إلى عدد كبير من الصيدليات السعودية دون جنسيات أخرى. وهنا قد تتنوع الأسباب حسب ما سمعنا أثناء جولتنا، منها تدني راتب الصيدلي المصري واستعداده للعمل لمدة 12 ساعة طوال 7 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى سرعة استخراج تأشيرات عمل للصيادلة المصريين مقارنة بالجنسيات الأخرى. يتم من خلال تحقق شروط الاستقدام المقررة من قبل وزارة العمل مثلها مثل أي نشاط آخر. شروط أنه لابد من مصادقة الهيئات الطبية على الشخص المستقدم للعمل كصيدلاني، موافقة عليه وتصديق مؤهلاته. في السعودية من 2002 بالضبط، شهر 11 2002
الأساسي الجنسية المصرية هو الأساس، يعني موجودين بشكل كبير جدا، يعني حتى في إطار مجموعتنا نسبة أعلى في هي الجنسية المصرية، من ثم مجموعة عندنا يعني بالنسبة لنا، من ثم يأتي الصيادلة من الجنسية اليمنية في المرتبة الثانية في المجموعة اللي إحنا فيها. هناك سبب آخر أدى إلى تقليل وصول بعض الجنسيات الأخرى، نظام معادلة شهادات الصيدلة في المملكة يحتم أن يكون الصيدلي دارسا على الأقل 5 سنوات ونصف للحصول على شهادة البكالوريوس في الصيدلة أو الدكتوراه في الصيدلة، وهي الشهادة الحديثة في الصيدلة. لذلك كثير من الدول الأخرى مثل الباكستان والهند والفلبين كليات الصيدلة فيها مدة الدراسة فيها أقل، وبالتالي لا يعادل لهم في المملكة أو حتى في دول الخليج أو حتى في دول أخرى بدرجة صيدلي، فعندما يأتون هؤلاء في العمل في المملكة فإنهم يعملون بدرجة فني صيدلة، أي يتم معاملتهم كفني كدبلوم الصيدلة. ومؤخرا حصل في نوع من التعديلات على هذا النظام بإضافة بعض سنوات، يعني طلب بعض سنوات الخبرة، وأن تكون هذه الكليات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة الصيدلة في بلده. وبالتالي بدأنا نلاحظ في السنوات الأخيرة وجود بعض الصيادلة من الهند والباكستان واليمن كذلك في الصيدليات الأهلية في المملكة. سيطرت القطع الأجانب من الصيادلة الأجانب ومحاولة الحفاظ على مكتسباتهم، هم لهم أموال لهم مكتسبات حقيقة في البلد، من الصعب أنك تخرجهم أو أنه يتنازلوا أنه دوركم انتهى الآن، وأن أصبح الآن دور الصيدلي السعودي. قسم الشركات الأدوية الحقيقة هم لن يتنازلوا عن مكتسباتهم، هي مكتسبات، هم يعتبروها مكتسبات ويعتبروا أن الصيدلي السعودي ما هو إلا دخيل على تلك المهنة. هم حاربوا سنين حتى يوصلوا لهذا المنصب، حاربوا جميع الجنسيات الأخرى حتى وصلوا واستفردوا بتلك الشركات الأدوية، ولن يتركوها بسهولة للصيدلي السعودي من تشويه أنه لا يعمل. حقيقة الشاب السعودي الصيدلي، أنا أتكلم عن الشاب الصيدلي السعودي، حقيقة من كفاءات العالية جدا. نعتقد أن أحد الأشياء التي سوف تساعد على تغيير نمط العمل في الصيدليات في المملكة وحتى وصولها إلى الدرجة التي نعتقد أنها من المفترض أن تلعبها مثل هذه الصيدليات، هو أن يتم الاستفادة من الكوادر الوطنية. وعندنا الآن مأساة كبيرة متمثلة بخريجي الدبلومات الصحية وبالذات دبلوم الصيدلة، هؤلاء أعدادهم كبيرة جدا تتجاوز الآن تقريبا ما بين 7,000 إلى 8,000 عاطل يحملون دبلوم الصيدلة. أعتقد يجب إعادة تأهيلهم بطريقة ما، وأن يتم إجبار الصيدليات الأهلية بوجود مثل هؤلاء كمساعدين للصيدلي في صيدليته. هنا في هذه الحالة نستطيع يعني أن نحقق أكثر من هدف في آن واحد، منها توظيف هؤلاء الشباب في مجال هم أصلا تخصصوا فيه، وكذلك يساعد على نوع من السعودة وتحويل هذه، والثالث أن نرتقي بمفهوم الصيدلية. وإزاء هذا الواقع طرح السؤال أين الصيدلي السعودي؟ كشف إحصاء صدر عن وزارة الصحة أن الوظائف المتاحة للصيادلة في القطاع الخاص تشكل ما نسبته 80% من مجمل الوظائف الصيدلية في السعودية، ومع ذلك لا يزال غالبية الصيادلة السعوديين يفضلون العمل في الوظائف الحكومية، إضافة إلى بروز ظاهرة الهجرة من القطاع الخاص إلى الحكومي،
وبحسب استطلاع أجرته مجلة الصيدلي فإن 70% من العينة أكدت على أن المنافسة مع غير السعوديين تقلل من فرص العمل في القطاع الخاص. الاستحواذ يرجع إلى جانب المستثمر. جميع هذه الصيدليات ملاكها مستثمرين، والمستثمر في الدرجة الأولى يبحث عن الشخص الذي يستطيع أن يقدم الخدمة أكبر ويتجاوب ويتناغم مع حاجة السوق التجارية التي هو يسعى إلى تحقيقها. بما أن جانب استثماري فالوزارة يعني لا يعني تتدخل في جانب تحديد الجنسية ولا سقف الجنسيات لكل جنسية كم عددها وما إلى ذلك، وإنما هذه من الملاحظات التي تلاحظها الوزارة، وهي يعني تبذل الجهد حقيقة من خلال المخرجات التعليمية ومن خلال كليات الصيدلة الآن التي زاد عددها حقيقة لتغطية عجز الكوادر الصيدلانية. فيما يخص عدم وجود الصيادلة المواطنين في الصيدليات فالأسباب متعددة، أولها طبعا هو النقص الشديد في عدد الصيادلة السعوديين، حتى الآن لا يتجاوز عدد الصيادلة الخريجين لكل عام ما بين 300 إلى 400 صيدلي وصيدلانية على مستوى المملكة. إلى عهد قريب، إلى تقريبا إلى 10 سنوات، لم يكن هناك إلا كلية واحدة فقط للصيدلة في المملكة العربية السعودية. الحمد لله الآن خلال السنوات الأخيرة وصل العدد حتى العام الماضي إلى 16 كلية ما بين أهلية وحكومية تقوم بتخريج الصيادلة. طبعا نتوقع أن يتزايد العدد، ولكن سوف يكون بالتدريج، مما يؤدي في البداية إلى تغطية النقص الكبير في المستشفيات الحكومية والخاصة ومصانع الأدوية وشركات الأدوية، ثم بعد ذلك ينتقل الصيادلة السعوديين إلى العمل في الصيدليات الأهلية. الصيدليات وعددها في المملكة الآن تجاوز تقريبا أو ناهز الآن 4000 صيدلية على عموم المملكة. أعتقد أن هذه 4000 صيدلية تستطيع أن تستوعب بسهولة ما بين 4000 إلى 8000 فني صيدلة، لأنه الآن من المعلوم أن نمط العمل في الصيدليات تغير، أصبح حجم الصيدليات أكبر الآن، وأصبحت الصيدليات تغطي ساعات طويلة قد تصل إلى 18 أو إلى 24 ساعة من اليوم، وبالتالي يعمل فيها أكثر من صيدلاني في اليوم الواحد، يصل إلى 3 أو 4 في بعض الأماكن. إحنا شفنا بعض الشركات العالمية، الشركات المسيطرة عليها جنسية معينة لا يمكن تتعاون من مصلحتها انها تجيب من نفس الجنسيه، لكن الشركات المالتي ناشونال اللي كانت عباره عن مجموعه من جميع من جنسيات مختلطه حقيقه هي الشركات اللي استطاعت انها تسعود، حتى انه بعض الشركات دي وصل السعوديين فيها الى مراكز قياديه، يعني وصلوا الى المركز القيادي في الشركه. وأكد خبراء في مجال الصيدلة أن القطاع الخاص لن يحقق الاكتفاء من الصيادلة قبل عقد أو عقدين، على الرغم زيادة عدد كليات الصيدلة في المملكة، وأن السوق المحلي تشكل مجالا خصبا لعمل الصيادلة. وقد طالب صيادلة بسياسة الحد الأدنى للأجور التي بها سيتبين أن توظيف السعودي أكثر جدوى اقتصاديا ولوجستيا من توظيف غير السعودي، كما طالب عدد من ملاك الصيدليات الدوائية الغرف التجارية بالتحرك للضغط على وزارتي الصحة والتعليم العالي بافتتاح المزيد من المعاهد الصحية لتخريج عدد من الصيادلة السعوديين، أو التخلي عن شرط نسبة السعودة الذي ينص على أن تبلغ 7%، حيث يوجد بالمملكة العربية السعودية أكثر من 3000 صيدلي، ما يعني أن العدد المطلوب للعمل في هذه الصيدليات لا يقل عن 10000، وهذا غير متوفر على الإطلاق في الوقت الذي تضغط فيه وزارة العمل وتقلص من حجم التأشيرات المطلوبة، الأمر الذي يهدد صناعة بيع الدواء. السعودة موجودة في القطاع، احنا عندنا في نطاقات 51 نشاط، من بينها نشاط الصيدليات، وهو مطلوب عليه نسبة سعودة معينة وفقا لما هو متاح من أعداد السعوديين الطالبين للعمل في هذا القطاع. لكن لا يخفى أن الناس المتخصصين في هذا النشاط أعدادهم قليلة، وهم مطلوبين من وزارة الصحة ومن الجهات الأخرى الرسمية، ولا يوجد بطالة في هذا النشاط، وأن وجدت فهي بنسبة ضئيلة جدا. لا نطلب أكثر من أن يكون في تكافؤ فرص بين الشاب السعودي وبين الآخر، حقيقة لا يوجد تكافؤ فرص. الضغط، لأنه إحنا متأكدين أن الشاب السعودي والصيدلي بالذات السعودي مستوى عالي جدا علميا وفكريا
وثقافية. ليس فقط المسألة مجرد توظيف، المسألة فيها أمن دوائي للمملكة. عندما يصبح المواطنين هم من يتحكمون في صناعة أو في تسويق الدواء في المملكة، سوف نضمن أمنا دوائيا لمواطنينا وحتى للمقيمين. أعتقد المسألة مهمة جدا، ولا بد أن يكون هناك تحرك كبير جدا من صندوق الموارد البشرية، وبالذات في المناطق الطرفية في المملكة، لأن المشكلة الكبرى الآن أغلب العاطلين من حاملي دبلوم الصيدلة يتركزون في المناطق الطرفية في المملكة، في المحافظات الطرفية كذلك، وهذه إشكالية كبيرة. بالتالي لا يتوفر لديهم إمكانية العمل في المستشفيات الحكومية، والخاصة نظرا لمحدودية الوظائف في نهاية الأمر. نطالب بعملية فتح السوق جميع الجنسيات حتى تصل نسبة معتدلة لجميع الجنسيات. يعني احنا نطالب مثلا، طبعا مشكلة عندنا في كان احنا نتكلم عن دول محددة اللي فيها نقول مصدرة للعمالة، اللي هي سوريا والأردن ومصر واليمن. والوزارة حقيقة وعلى رأسها معالي الدكتور عبد الله الربيع جزاه الله خير، من الناس اللي حريصين جدا 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 على إنفاذ هذه التوصيات السامية الخاصة بتوطين الكوادر الوطنية في المنشآت سواء كان حكومية أو الخاصة. وكان يعني توجيه معاليه في يعني الفترة الماضية من خلال تعميم مشترك بين وزير الصحة ووزارة العمل بأن يكون هناك جميع الكوادر الفنية أن يتم تعيينها في القطاعين سواء الخاص أو العام، ومحاولة إيجاد فرص العمل للسعوديين وفتح منافذ للتوطين الكوادر في هذه المنشآت. ومن أجل ذلك كان التوجيه حقيقة صريح ومباشر في إيجاد قنوات لتوفير وظائف للمواطنين، وتم إحالة جميع طلبات القطاع الخاص بلا استثناء حقيقة في توفير كوادر دبلومات أو فنيين إلى مكتب العمل ليتم من خلالها عرض أو استعراض قوائم الانتظار الموجودة في للمواطنين وتوظيفهم على احتياجات هذه المنشآت وهذه المؤسسات. من خلال تحقيقنا السابق لم يكن الهدف هو التضييق على أحد في لقمة عيشه بمقدار فتحنا لباب التساؤل عن احتكار الجنسية الواحدة وضرره المستقبلي على البلد. نعم ربما تكون عندنا ندرة في أعداد الصيدليين، لكن هل هذا مبرر لاحتكار الصيدليات من جنسية دون أخرى كأن ما في البلد إلا هم؟